في ذات السياق قامت روسيا بنشر نظام الصواريخ اس 300 في شبه جزيره القرم المحتله بحسب ما كشف عنه نشطاء ومتطوعو انفورم نابال سكان مدينه كيرتش شاهدوا قافله عسكريه روسيه نقلت هذه الصواريخ وغيرها من المعدات العسكريه قاموا بتصويرها في فيديو تم نشره على شبكه الانترنت من بين الانظمه الصاروخيه التي رصدت نظام انتي 2500 وهو نظام دفاع جوي لمواجهه الصواريخ الباليستيه القصيره والمتوسطه المدى هذه الصواريخ لديها القدره ايضا على اصابه الطائرات التكتيكيه والاستراتيجيه